يزعم أنه يقدم قراءة للتراث، وقراءة حتى بالمعنى المعنى وهي رؤية. والتراث هذا ما نشر منه حتى الآن بحكم الواقع الإحصائي، يعني لو جبنا أي فهرس مخطوطات عشان نحسب نشر من هذا الفهرس من هذه المجموعة قد إيه، مش هزيد عن 5%. طب الأساتذة اللي الدنيا كلها بتتفرج على خلافهم في قراءة التراث لم يرجعوا إلى مخطوطة واحدة. فهنا كان الهم الأول هم تحقيق المخطوطات، ويعني وأنا انتهجت منذ البداية نهجا ألا أصطدم اصطدامات شكلية، يعني أميل أكثر إلى أن أنجز شيئا، لأن يمكن عشان خلفيتي الصوفية، الصوفية تقول لا نحب من الكلام إلا ما تحته عمل. فشرعت في العمل، فجئت لأن أحقق، فوجدت تحقيق التراث ضرب في عماية وسير في ظلام، أو ما كان يعني يوصف في اللغة القديمة بأنه خط عشواء. لماذا؟ لأن المجموعات الخطية غير مفهرسة. يعني عندنا في دار الكتب المصرية 50 إلى 70 ألف مخطوطة، وفي مكتبة بلدية اسكندرية 4 إلى 6 آلاف مخطوطة، وعندنا في مكتبات مصر الفرعية 80 إلى 120 ألف مخطوطة. فكانت الفادحة الثانية أننا حتى لا نعرف عدد المخطوطات الموجودة، ناهيك عن وصف ليها. فكل ما تركه الأوائل هو عبارة عن ركام، لا توجد حتى قوائم تبين ما الذي يعني يشتمل عليه هذا الركام. طب كيف كان المحققون يحققون؟ فظهر أن الأمر كان يتوقف على الهوى الشخصي. ففلان يعجب بعبد القاهر الجرجاني فينشر له كتابا، وهذا يعجب بفلان فينشر أو يستسهل هذه المخطوطة فينشرها. فقادتني الفادحة الأولى إلى الفادحة الثانية، فعملت بالفهرسة زمنا طويلا، والفهرسة هي أكثر أعمال المخطوطات مشقة وأقلها مجدا. لا أحد يلتفت للمفهرس، يقضي الشهور والسنين ينقب في هذه الكتب المكتوبة بخط اليد وأغلبها لا غلاف له، ويطالب بأن يقدم لنا كتابا فيه وصف لهذه المجموعة. وإن أخطأ يعني يتعامل المفهرس مع كل العلوم، هذه مخطوطة في المنطق والتالية في الطب، فيجب عليه أن يعرف جيدا هذه المعارف. وإن أخطأ مرة لن يرحمه المتخصصون وينقضوه، وهذه المخطوطة هناك خطأ في المعلومات، فهذه المخطوطة ليست لفلان وإنما هي لفلان أو هي مشكوك فيها. فاقتضى الأمر دراسة موسعة جدا لطبيعة الإنتاج الفكري العربي، وكانت هذه هي الفادحة الثالثة، لأن الإنتاج الفكري العربي وصل من التنوع والتواصل ما لم تصل إليه أي حضارة أخرى. نحن الآن ننظر إلى التاريخ فنتصور أن اللغة المصرية القديمة استمرت 4000 سنة، وأن اللغة اليونانية هي مستمرة من 2000 سنة إلى آخره. هذا وهم، فلا توجد لغة استمرت في مصر 1500 سنة متصلة، لغة حوار يومي ولغة كتابة.
واللغة اليونانية التي كان يستخدمها سقراط وأفلاطون وأرسطو هي تختلف تماما عن اللغة اليونانية المستخدمة الآن. وقص على هذا بقية اللغات، واللغات الأوروبية التي تملأ كتبها الأرض هذه الأيام هي لغات طفلة، يعني بعضها يعني لم يتعد بعد طور الفطام ولا يزال يتشكل. فالإنتاج الفكري العربي هو إنتاج 1300 سنة متصلة، لازلنا حتى هذه اللحظة نقرأ الجاحظ بالألفاظ التي يستخدمها كاتب مقال في جريدة الأهرام، نفس الألفاظ طبعا. يعني حتى كتاب اليوم بعضهم يصعب اللفظ والبعض يبسطه، ونفس الشيء. فإن شئت مثلا دقيقا انظر إلى كتابات أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي متوفى سنة 505 هجرية، يعني قرب 1000 سنة، لغته هي حاضرة كأنه كتب ما كتبه نهار اليوم، لأن هذه اللغة المتعبة امتدت بنا هذا الزمن الطويل، فتكثفت رؤاها وضغطت علينا، فهربنا من ضغطها بأن كان سيرنا معها سيرا عشوائيا. العشوائية مريحة وسهلة، فجرى العمل التراثي في بلادنا طبعا في القرن العشرين وفقا لهوى الأشخاص، لم يتصدوا لعمل فهارس حتى كتلك التي أخرجها المستشرقون الأوروبيين في القرن 19، لم يضعوا خطة بعيدة أو قريبة المدى لعمل نشرات. كان هناك طبعا مشروعات نشر، الهيئة المصرية للتأليف والترجمة والنشر تتبنى مشروعا ما، أو أن الدكتور عثمان يحيى تبنى نشر الفتوحات المكية وتنشره هيئة الكتاب، ولكن هذا على مستوى حركة النشر، إنما على مستوى الرؤية المعرفية للتراث لم تكن موجودة. ولذا كانت الكلمة الأولى من عنوان المحاضرة وهي لماذا التراث؟ وأظن أنه من خلال يعني هذه الرؤية يصبح السؤال لماذا سؤالا مشروعا، وهو يعني من أدبيات الفلسفة أن يقال أن الفلسفة تبدأ بسؤال لماذا، والعلم يبدأ بسؤال كيف. فأن نقول لماذا التراث، فنحن نسأل سؤالا فلسفيا، سؤالا فلسفيا يستهدف البحث في العلة. هل من الضروري أن نعنى بالتراث؟ قد يستغرب يعني بعضنا هذا السؤال، ولكن يستغرب أكثر أنه أن كثيرين قطعوا المسألة بقول واحد وقالوا القطيعة مع الماضي. فكانت مسألة مضحكة جدا، شخص يكتب باللغة العربية ليقول بقطع الصلة مع تراث هذه اللغة التي يستخدمها، ويستخدم تعبيرات صيغت من قبله بمئات السنين ليقطع الصلة مع الزمن الذي كتبت فيه، فصار الأمر مضحكا. وفي المقابل عرف بعض من معاصرين معلومات تراثية فغرقوا فيها، وصار أمرهم كالغريق، لأنه كما ذكرنا هناك طوفان امتد 1300 سنة من الإنتاج الفكري. فبالقطع في معرفة كثيرة،
وأول المعرفة المعلومة، وكثيرون غرقوا في المعلومات، وهؤلاء من يشار إليهم اصطلاحا بالتراثيين، وهم هؤلاء الذين غابوا عن الواقع متوغلين في نص مفرد بعينه ولم يروا واقعهم ولم يروا أيضا تراثهم. ففي مواجهة هذين الموقفين المتطرفين تأتي مشروعية السؤال لماذا؟ التراث